بتوجيه من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقدت النائب الأول للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية سميع غلاب ندوة حوارية مع صحفي وإعلامي الأنبار. مراسل رشيد قال إن الندوة جاءت بالتنسيق مع فرع نقابة الصحفيين في المحافظة لتذليل العقبات التي تقف عائقا أمام منح الصحفيين والإعلاميين في المحافظة حقوقهم المتمثلة بقطع الأراضي والمنح المالية والدورات التدريبية لتطوير مهارات الإعلام، فضلا عن إيجاد حلول لمضايقات العمل الصحفي. اليوم اجتمعنا بصحفي واعلامي محافظة الأنبار، كانت لهم هناك شجون ومشاكل ومتطلبات. حقيقة كانت طلباتهم معقولة ومشروعة من ناحية المنحة، من ناحية تخصيص قطع أراضي، الدورات وتعيينهم. نحن كأعضاء مجلس نواب نتابع مؤسسات الدولة بتنفيذ هذه الطلبات، وحقيقة كل صحفي حقه بطلباته ومشروعيته. احنا كمحافظة عملنا جاهدين منذ فترة طويلة بتوجيه السيد المحافظ على تذليل العقبات التي تقف أمام عدم منح الصحفيين قطع أراضي سكنية. زودنا البلديات في قضاء الفلوجة وكذلك قضاء الرمادي بكتب وتحمل أسماء الصحفيين الذين يستحقون منح قطع أراضي. كل هذه المشاكل اللي موجودة، نقابة الصحفيين فرع الأنبار متواصلة مع السيد النائب، وإن شاء الله نجد حلولا لكثير من المشاكل وأكثرها في القوانين اللي موجودة اللي نحتاج إلى تفعيلها إن شاء الله. مضايقات العمل الصحفي وحقوق الصحفيين اللي أكلها عليها الدهر، يعني من ضمنها قطع الأراضي أو المنح الصحفيين. أتمنى أنه هذه الحوارات أنه تطلع بنتيجة.